الموقف الإيراني الآن ليس وقت حكومة أغلبية، هذه ضربة للسيد مقتدى الصدر من قبل إيران. هل سيذعن لها السيد الصدر؟ أنت تعلم لو عدت في التاريخ دورة حكومة المالك الثانية كان السيد الصدر لديه موقف حازم جدا ضد تسنم السيد المالكي دورة رئاسة الحكومة لمرة ثانية، وحصل تأخير بتشكيل الحكومة. آخر شيء ذهب السيد الصدر على ما أذكر ذهب إلى بيروت، حصلت هناك اجتماعات وجاء عاد إلى بغداد وتغير الموقف وأيد حكومة المالكي. ضغوطات كانت كبيرة ربما عليه. الآن هل سيذعن لهذه الضغوطات أم هو قادر أن يتنصل منها؟ لا أستاذ أحمد، أنا جاوبت في البارك الأول، قلت لك اليوم بيضة القضبان ومن سيحسم حكومة الأغلبية هي الطبقة المستقلة. لا أنا أسألك حصر على موقف السيد الصدر وقدرته على مواجهة الرأي الإيراني. هو قال لا شرقية ولا غربية، الآن الشرقية تشتغل. هسه أجيك على الجواب. أنا هسه أجيك على الجواب. لحد هذه اللحظة السيد الصدر مصر، لكن بالنهاية إذا ما استطاع أن يشكل أغلبية وبعض النواب المستقلين يتم شرائهم أو ذهابهم مع الطرف المعطل، ماذا يعمل؟ بالله عليك ماذا يعمل؟ هو عليه أن لديه نوايا ولديه إثباتات. ليش هو هذا الضغط الإيراني؟ هو ليس جديد، كثير من الذين جاءوا إلى الحنانة والتقوا واجتمعوا مع السيد الصدر قال لهم اذهبوا وشكلوا حكومة، وحتى هذه المدة 40 يوم الذي أعطاها للأطراف الأخرى الاتحاد الوطني الإطار بعض المستقلين اذهبوا وشكلوا حكومة أغلبية وطنية، والتيار الصدري ماضي وذاهب إلى المعارضة. بالمناسبة أنا أستغرب من بعض القوى السياسية يتخوفون من المعارضة. لدينا كثير من التجارب ولدينا كثير من الكتل السياسية ليس لديها كانت مقاعد أو مناصب تنفيذية أو تشريعية، حصلت على عشرات المقاعد، وهناك كتل سياسية لديها كل الدولة رئاسات ووزارات ووكالات ودرجات خاصة لم تحصل على المقاعد التي كانت تتحدث بها. بالتالي الشعب العراقي يعني تاريخيا يحب المعارض. نعم. يعني ولدينا كثير من النواب الذين تم فصلهم، يعني الآن لديهم متابعين ومحبين ملايين. بالتالي السيد الصدر إلى الآن مصر على حكومة أغلبية، هو لم يرفض أطراف، لا بالعكس، هو شوف حتى الإطار هو فتح لهم الباب، تعالوا لي ونتفاوض ونتفاهم، لكن وفق البرنامج الحكومة الذي أرسمه أنا كفائز وليس كخاسر.